تعال عط العيال. ويروح يا غايب عني ترى، يلا يا ربي وانت ربي، يلا يلا يا كري انك تسهل الامور، انك ترزقنا ترزق اخوان المسلمين رزق ما حد حسب الاحساب. يا إله إلا الله يا ربي. وأني اليوم تعبان، قمنا نضرب في ذا الحلي في ذا البارد ولا صدنا خي. لا إله إلا الله. يقولون يوم جسنت من سنين، يقولون لا فيه رجال ملعوز تهالدنيا، موجع تهالدنيا، والدنيا ما تصفي الا لخالقها. احد والله معطي تهالدنيا على كيفه، واحد والله من يوم طلع وهو في ضيق. اي فالواحد في الدنيا يرضى ما قسم له ربي بكل الأحوال. المهم وجه الرجال بعض الأحيان لصار الرجال سليم ولا في يده شيء، هذه حالة شعور جعل الطيب ما يمر فيه. المهم وجه الرجال وهو اللي يروح، قال ما يدمه يا يم، أنا ماني بجالس على الحال، أبى أروح أدور مرازق الله، ومنها أعزكم وأعز خياتي. وهو عليه على أبوه ثلاثة بنيات، طبعا الولد اختين من امه وابوه واخت من ابوه الصغيرة فيهن، وتوفت امها. مضبوط، يوم توفت امها لحقها الشايب، مات الشايب ما طول عقبها. المهم وتكون انت يا العجيز ذي وهي اللي تربي البنيه التي، وتداريها اكثر من مداراتها لبناتها. ربي سخر ذا العجيز لذا البنيه، يقولون وتجي الطف لها من بناتها من غير تداريها، وتشوف وش تبي وتعطيها اللي تبي، حتى لو ان بناتها ابن البناتها اللي من جوفها ومن روحها تلبي لها اللي تبي. المهم بمعنى يعني كفلت هذا العجوز وربتها مع بناتها. المهم سبحان الله تسبرت البنية والولد راح. يوم راح الولد، المهم اختفى الولد السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة ما يدروا. الأم وش قالت؟ جاء في مخان الولد مات. إيه سبرت البنية التياء وهي اللي
تقوم ما تناديها الا يوم اللي هي عمتها. يا يوم يا يوم يا يوم يا يوم. وجيت لها الطف من بناتها سبحان الله. وهي بنت جارتها. المهم يوم هنا واللي يجي ذاك الرجال خطب. خطب. اي خطب يوم جاي خطب يبي البنية الصغيرة فعيت قالت ولاني بموافقة لين اشوف اخوي وينه هو حي ولا ميت. المهم وجي الرجال ذا قالت جيب لي اخوي لا جبت انت اخوي فانا موافقة ولا عطني خبره غيره ما عندي. استغربت انت يا ذا العجوز. المهم راحت الايام اثر اخيها يوم جاب يروح جمع له ذهب ما ادري ايش جمع وعطاها اياه وخواته وامه ما يدروا قال هات عشان ما تحتاجي طول هو يجمع لها. ايه المهم جاك ذاك الرجال وله يبي البنت البنت مزيون يقول فيها زين يهبل ويروح الرجال ويدور يدور تعال علموه بالسمع علموه بالمواصفات. المهم يروح 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 يوم هنا جاه الخبر ان الرجال مسجون في قرية فلانية بعيدة وش العلم؟ قالوا انه متهم. ايش متهم فيه؟ قالوا متهم في قتل. المهم حاول الرجال حاول الرجال يبي يدخل عليه. المهم الله لا نواله العبد خير سهل له امره. ها الرجال مسجون من يوم راح. ايه طبعا الشخص اللي قتل الشخص اللي قتل كان هو حارس السجن كان هو موظف في القرية وهو حارس السجن. المهم للرجال يقول حياته كلها يقوم على سجادته انت هذا الولد يسألونه وش من همك من همك قال همي وخيتي فلانة أخته من أبوه. طيب وأمك وخواتك؟ قال أنا عارف إن أمورهم زانة لكن إني ما كلا خاطري وهمي إلا أخيتي ذيك هاو يحبه ويتحبه. إيه جاء الرجال وصدر عليه القتل. المهم خذوا الرجال وهم اللي يعقلونه يوم عقلوه اي اثر اللي ميت ولد الكبير حق القريه ذي واللي مذبوح وجت التهمات في ذا الرجال لانه غريب في الديره وهو جاي يترزق الله. المهم يوم صدر اثبتت على الرجال المهم يروحون يعدلون يديه ورجليه يحطونها على ظهره خلاص حان وقت الرحيل يبي يسدحونه. يقول يوم جد الذباح بيذبحه يقول للعسكري اللي حارس على السجن يقول له ناط لا 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 انا 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 انا. المهم يقول شوي الا يوم عاين انت يا شيخ القريه. المهم يعاينه قال اسجنه قال لا اخذ فيني ذا الحين قال اسجنه. الرجل ذا وراح علم. المهم يوم دخلوه ويجيه انت يا شيخ القريه من الراس
يسأل قال وش العلم؟ قال ولدك كان مبهذلني ولدك 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 ولغفته بالغلط ووقعت في مقتل. ويوم اشتراكم اتهمتنا الشخص ذا له 5 سنين ما ادري كم سنة في السجن وشفتنا غريب فحطتنا التهمة فيه وانا اللي اتهمت. إيه سكت انت يا شيخ القرية. قال جيبوا الرجال ذا اللي متهم. المهم يطلبه السموحة يستسمحه. قال عطني سالفتك وعطني علمك علمه بالعلم كله. قال أبيك تسامحني وتعال ادخل. المهم يدخله على غرفة فيها كل شيء، ذهب، جواهر، الماس، دراهم. ايه قال جيبوا الرحو ويجيبوا له الرحو. المهم قال عبئ الخرج، خرج منه ومنه. قال عبهم له يعني كثر الدبة الذاية عبيها بس تغني طول عمره. المهم لكن شوف الرزق. المهم يعبي الخرج ذا والخرج ذا. قال جيبوا الناقة الثانية الرحول الثاني. قال يلا حطوا عليها من الزاد كبرها. كان الزاد من أول بر ومدش بعد ورز و... المهم أن الرجال رجع ومعه حراس اللي وصل ديرته وخلاص صار يعني ما عاد عقب ذا الشيخ في التجارة والدراهم والملايين إلا ذا الرجال ذا الولد. المهم وهو اللي يرجع يوم رجع لذي أمه زدها عمية العجيز جاها العم انفطرت اتبادتها من الحزن ومشينا فطر العين ولا تدري عن أولادها. المهم يقول له عمية يقول يوم قالوا مادها أبشري بفلان إن جاء. يقول سانها الظاهر تاكلها تمرتنا ما أدري شي تاكل أنت يا ذي العجيز. فشهقت يقول يوم اشهقت العجيز يقول له سادة الحلزه يقول له مقنعصه لين ماتت ومحق طرشه. يقول له هاليوم تقلبت عيناتها اليوم ودعت راحت. ابي هالولد يا يوم يا يوم يطل بيطلع التمره من حلزها اليوم. روحت ودعت. المهم يجي الرجال يقول لخواته كلهن الثلاث موجودات يقول من صدمات ما يدرن هم في حلم ولا في علم. العجيز وهذه قال عصت ماتت واخوهن وقدامهن نزلن الذهبان والدنيا وكل شيء ما يدرون هم يفرحون ولا يحزنون. المهم العجيز ودفنوها. المهم يرجع وخياته يعني الخمس سنين ذي لو انه جالس يكد يكد ويشتغل فيها ما جاب له شلقة يد من الذهبان ذي وهو مالي له خرجي. ايه المهم وجي الرجال اللي عطى البنت العلم وجاب اخوها وعلمها بالعلم. المهم قالت فلان ان جاء علمته بالعلم. قال انا جاي انا خطب وذا الحين هي ما وافقت الا لين يجيب علمك يا اخوها. قال ها وش علمت؟ قالت موافقه الا اني اكون عندك. وين كيف عندك؟ الرجال خلاص بياخذ مرته وبيروح. قالت لا اذا انت موافق شرطي اني اسكن في شراعن جنب اخوي. تقولها البنت. المهم الرجال طمع في الزين وافق. يوم وافق الرجال. المهم ان الشاهد من الموضوع فيه قصيده. انا من امس اعطيكم السوالف لكن القصيده ما حفظتها وان شاء الله اني بجيبها لكم وبعلمكم بها
الا ان سبحان الله شوف الله كيف جعل الرجال يدخل سجن وهو رايح يدور مرزق الله ويبتليه بذا السجن، وسبحان الله رجع بعد السجن بملايين ودرهمان ما هي بشوي، بس انها العجيز قال عسات وراحت يا رحمها ويسكنها الجنه. فكتب له قصيده والله العظيم انها تجيب العافيه. انا حزنت على العجيز للحين. اي القصيده ممتازه وان شاء الله اني بجيبها لكم وبعلمكم بها. فابشروا بالخير يا اخوان وسلامتكم. حبيت بس اعلمكم اسولف عليكم قطع الوقت شوي لين يبدا المطبخ. اي والله هوجس ولا اني مرتاح. والحزن في حوش الحنايا فارو. امسيت من وصل المواليف مزاح واصبحت من فرق المواليف مفجوع. وياه ابو العبدي لا اله الا الله اول ما نبدا ونقول صلاه على الرسول. لا اله الا الله صد لبيت قلت انا رغوه بتر. لا 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 يا رجل اخو يا لا اله الا الله حق طارشه يا محمد. يقول ان شاء الله لما خلصنا البرنامج همنا زانت الامور رحتنا وسافرتنا. اي لا الله ابسافر برا في ذا الديار اللي تهول. انتم شفتوا أمنا ورثناكم الحياة الشلية. بعض الناس يروح بس إنه فقعد سبت حلوة شافني قال واثق الشيخ إنه مو فقعد سبت. يا لطيف يا لطيف أبو 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 يا لطيف. خلني أنادي العيال يا عيال. يا الله يا ربي لاني طحت على ركبتي. يا عيال يا شباب ولد كلهم رقود. يا لطيف يا لطيف
ناجحهن يجيب العافيه. الله اكبر. شباب اللي بيجي ذا الحين. يقولون بسولف عليكم رجالنا ما هو بجيد عند امه. المهم ومبهدلين مويمته، تقول له تعال منا يروح منا، تعلمه بالسنع من غير يعاندها. ان جاء طاريح عنده السوينات وامها جالسه تمعهن، يقول لها من غير تجرط عبراتها العجيز. بعض الريجي لنا امحق جعلها همه في القبر ولا همه في الصدر. المهم يقولون يوم جاء مرة وهو اللي يروح مع الشباب، السالفة ذي حاصلت بعد يقولون قريب ما ببعد في الزمن ذا. المهم وهو اللي يجي الولد قالت أمه أمرح أمرح أمس، وينك تبي تروح بعد تالي ذا الليل؟ المهم قال انا ماني بزرا تحدريني وتسنديني. ايه بغت فيها العجوز ما في حيله. المهم قالت لا تروح وانا ماني براضيه. المهم يروح قال ماني بزرا تحدريني وتسنديني. شافتني واحد شافتني برقعي مع البنات. المهم يروح بغت حلفت عليه فجرها. قالت راح جايك مع التعود. المهم يروح الولد يعني ما فكر في عجيز ولا فكر في مويمته. يقول سبحان الله، يقول توهم حركين. يقول ما مداه ميري تعدى لفه البيت، يقول له جاهم ذاك الوايت حمل ما توه راويه راعي. يقول مطسهم على الباب، يقول له حائط الموت رطحين. يقول سبحان الله سواقا جاه ربي، لكن اللي معاوني الولد ذا يقول غدا خبزه. المهم العجيز يوم سمعت الرجخه درت. المهم المؤمه رحوا تقعد تبكي، شفت الشيء فطر العين مع انه عاقم فيها، لكن الام مهما سويت ومهما فعلت تبقى الام رحومه. المهم ان العجيز جاها مثل الحاله النفسيه، وكلها شافت احد من العجز ولا من السوينات تدعي على اولادها قامت تبكي. تكفون لا تدعون، تكفون لا تدعون عليهم، ادعي له بالصلاح ولا تدعين عليه بالذات الشانة. فأنا أقول للشباب مهما كانت الأحوال، مهما كنت رجال كبير تراك في عين أمك بزر، في عين مويمتك بزر. لا تقولني كبير، حتى لو أنك بعيالك في عين مويمتك تراك تبقى بزر. فالله الله في امهاتكم يا مسلمين، والله انك كل ما بريت في مويمتك انها ما تضيق بك الدنيا، والله ما تضيق بك الدنيا. انا يعني كنت انا قبل الحين حول 4 سنين في احد المدارس الاهليه. المهم وادخل كنت انا عند ثالث متوسط. اول اسبوع ثاني اسبوع الطلاب قاموا يضحكون معي ويمونون علي ويمون عليهم واجي وانشدهم.
ذاك اليوم. طبعا انا اداري، سولف انا وياهم قلت يا شباب اسالكم بالله من اللي ما بعد حب رجل امه، كلهم تغيرت وجيههم، قالوا وتفيع اللي يحب رجل امه يرفع ايده، فلا حد رفع ايده. قلت يعني ما حد منكم يحب رجل امه؟ قالوا لا. المهم قمت اتكلم معهم، اتكلم عليهم وحاتيهم، قالوا ليش؟ عادي ما هو بلازم. قلت الجنة وين فيه؟ جاوبهم قالوا تحت اقدام الامهات. قلت طيب، طبعا الطلاب يحبوني وكله شافوني استانسوا. قلت انا طالب من الله ثم طالبكم، كان لي قدر عندكم انكم توعدوني تعهدوني انكم اذا رجعتوا اول ما تسوون تروحون اول شيء تحب رجل امك. كلهم قالوا ابشر يا استاذ، لاني قلت ميدهم والله ان ذا الاسبوع من كل يوم نطلعكم بدنيه، لكن علموني بالصدق. المهم راحوا كلهم. اللي لفت انتباهي واحد من الطلاب، كلهم يقولون ان امهاتنا اصدموا استغربوا، يقولوا يدعون لك، يقول يا استاذ انت كسرت انت حاجز، كنا نشوف انه يعني ما يصلح. فالمهم واحد من الطلاب جيته وسالته، ليه ساكت؟ قلت انت ايش فيك؟ سويت اللي انا قلته لك؟ قال سويته يا استاذ وليتني ما سويته. شو؟ وش العلم؟ قال امي كنت جالس، دخلت انا عينت امي وابوي جالسين في الصاله، على طول رحت حبيت رجل امي، امي كذا لا اراديا قامت تصيح وتلوى عليه، ذلت لو انه حصل له شيء. امه رحيمه، الام رحيمه يا ربي يطول اعمارها، الله يطول عمر الموجوده ويرحمه اللي ودعت ربها. المهم هي الشاهد من الموضوع ان امه يقول مغير تبتي، يقول كلها شافتني قامت تبتي. قلت يا يم والله الاستاذ انه هو اللي قايله لنا، يعني ما هم من كيفي، الاستاذ اللي طالب منه كل الطلاب سووه. المهم ولابوه جالس ومغير يبتي شوي، بدر انه مخمل اللي هو ابوه، قالت المرأة أنت ايش فيك؟ قال إني أنا اللي غلطان. شو؟ قال أنا اللي غلطان إني ماني بحب رجل أمي قدامه وهذا غلط. المهم جاء اليوم الأول يوم الثاني، فلو عيت الله البزير الله يجعل ربي يسعده، يجعل ربي يصلحه ويبارك فيه، ويجعل ربي يرزق مويمته رزق ما حسبت له حساب، ويجعل ربي يسهل امورهم. فلو عيت الا الولد جايني، قال يا استاذ هذه هديه من الوالده. يا ولد ايش العلم؟ قال والله ما تردها يا بل اجواد، الهديه مغلفه. قام يحلف الوليد وخذت انا والله ماني بعايفها. يوم خذت انا وافتحها، يوم فتحت انا الا هنا جوال اخر ما نزل. وي لا هلا الله، تو جوالي منكسر والله انه صدق يا مسلمين، لهنا جوال جديد كرتونه. واخذ الجوال، يوم خذت الجوال قال ميدي الوليد ارفع الورقه يا استاذ اللي تحت. ارفع الورقه، يوم رفعت الورقه لهنا 5000. وي لا هلا الله يا كيري. المهم يا ولد، المهم الوليد قام يحلف، ف والله انها سدت لها فرجة عند الله خبرها، وانه مر علي اطلق اسبوعين في الحياه.
اني ما انساها ذاك الموقف، لانها جت وانت ما طلبتها، جت في وقتها وفي حلها. لكن شوف سبحان الله، في نصيحه انت ايها الاب يا لبو، ما دام عندك عييل وبنيات وامك موجوده، ربي رازقك بوجود امك قدام عيالك، امسك رجيلة امك وحبها، لا تحبها منا من فوق، حبها مع بطنها رجل امك، خلي عيالك يشوفونك وانت تنشق رجالات امك عشان عيالك يبرون فيك ويبرون في مهمتهم. والله يا مسلمين، والله اني يقولون الصلاة، ترى بعض الابوان عله تقعد تسبت، خلي عيالك يشوفونك، خلك لطيف لامك، خلي عيالك يشوفونك وانت لطيف نحنين عليها. هذه امك يا مال الشحم، ما قمت لها ولا من اللي بيقوم لها، ما بريت فيها ولا من اللي بيرد فيها، ما خلت انت تفاخر فيك ولا من هي بتفاخر فيه. امك خلها لجا طاريك لهم غير تبع راسها ترى ما تنبسط. توفيق من الله ان كانك رجال تحب رجاله امك وتحب رجاله امك وتدهن رجاله امك وتلبسها شريبات وتهمز استافاتها وتجلس حولها وتنظمها قدام عيالك قدام بنياتك، ترى كذا تزرع فيهم بذره البر. الله 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 عيالكم، خلي عيالكم يبرون فيكم، الله يهديكم. انا ما ابي اضيج لاني ضيت استرجبت العيد. والله يا مسلمي نودي انكم ذا الحين جالسين عندي هنا وتجربون الحليبة. اي والله ان حق انجرى، والله اني فلا بعد ذقتنا مثلها، حليبة مع خلطة سرية مع زعفراء. يا اخوي اشتنت المخيخ، المخيخ اذا فيه عروق ميتة تحرك الحياة، مع جحة يوه لطيف. خلينا نضرب في النعمة عشان الكشت يقول بيجيب ميزان، بيجيب ميزان معها هو اليوم الظاهرة وبكرة. إذا نقصت من وزنك يجيك 4000 نقطة. شيء طيب. نضرب في النعمة ذا الحين. هم لجا كشت ان شاء الله سوى رجي عن رفني الدبلك، يقولون اني اي والله قسما بجلال الله بخاطري شيء واجب. انت شفتي انا ايش كيس الحق، انت دروي خليني اعلمكم، انا ان شاء الله جزاه الله خير وجهي وجه ان شاء الله، ان شاء الله تفتح الدنيا في وجهه، لكن اوعدك وعد، اوعدك وعد انفعت مضبوط. اني ما اقصر معكم، ان البسك الذهب من راسك لرجلك، وان طبعا ما عندها والله من راسها امن اركب الطياره اقص الجواز او سدد المخالفات، سدد المخالفات
الامطار والسيول والعشوب ما فيش العزبه بس خاطر المبسوط اللي يحبك وانت تبدل المكروه اللي افقع تبدا افقع مرارته وبروح بكم ان شاء الله معي اتمنى انكم تساعدوني ديروا لي خطه كيف كيف والله انا بدينا نفسيه والله اقسم بجلال الله كنا تساعدوني انت شفت انت شفتي وانت شفت لا تساعدوني خلاص تكاك اللي في تكاك اللي له 27 سنه و 28 سنه ننساه الربع رقود والله يا الربع ما لي الا اسولف مع الدبه والغوري ما لي اسولف معه شوي بروح اسولف مع السماعه ولا بروح اسولف مع الناقه ذيك يا رب رقدوا نحتفي برمزنا الثقافي الاصيل والله 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 هنا هنا مفاجآت حركات بركات تليفون وينه؟ اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا حياك الله. بخير ان جاكم خير. دقيت علي البارح آمر. لا لا معليش لا تستحي. ايش ذا الكلام يا رجال؟ تستحي من اخوك؟ ما هو بكلمة اني صديقك انا اخوك. آمر بس. ابشر بسعدك في اللي تبي ما عندي الا ابشر بسعدك في اللي تبي اطلب اللي تبي ما عدا الدراهم ايش تبي ها مليون لا لا يا رجل تمزح انت تمزح وش دراك انت من اللي علمك اها خلاص بروح انا وياك انا بسافر بسافر صوب الشلالات والجبال الخضر و تروح معنا اي على حسابي كانها شهر 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 ونص اي باخذ المليون ان شاء الله. مليون ان شاء الله حقت مسابقه ان شاء الله اني باخذها باذن الله. خلاص انا خططت و بنيت المستقبل ان شاء الله ضمنتها. بيت كمل بيت بحول 200 الف ام عقبها 30 الف حقت المخالفات ثم عقبها قص الجواز وان شاء الله خوي لنا بالمليون طبعا محفول مكفول وناخذ لنا شهر سبع ايام في اول شيء نروح يعني عماير طوال وذي نتفرج مع ظاله ويبل فيتنا مثقفين عقبها ناخذ عزبتنا واغراضنا هم نروح نتمشى في ذا الشلالات والانهار نبي تضرب الغوري في النهر وتصلح ترتبح على
الدافور. شلون بسعدك؟ ما عاد تبي المليون؟ كهو تمزح انت صح؟ خلاص بعطيك 50,000 ان شاء الله خذيت المليون. بس لا تعلم احد. ويلا جيب لك واحد من اخوياك بعد اللي انت ترتاح له على حسابي الشخصي من المليون. يلا على